يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الناس الذين لا يبالون بالإسبال فتجده ربما ما نصيحتكم لأولئك الناس الذين لا يبالون بالإسبال فتجدهم يجرون أزرهم؟ إذا كان متعمدا هذا حرام، أما إذا نزل إزاره بدون أنه يتعمد فلا شيء عليه، لكن عليه إذا تذكر أو نبهه أحد أن يبادر برفع الإزار. أما إذا استرخى الإزار بدون قصد منه فلا يؤاخذ على هذا. أما إذا تعمد وترك الإزار يسترخي فهذا إسبال محرم. نعم.